السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس شعبة الدواجن: زيادة الأسعار غير مبررة وسوء الأحوال الجوية أحد أسبابها. كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن زيادة الأسعار بالنسبة للدواجن غير مبررة، موضحا أن سوء الأحوال الجوية من أهم أسباب زيادة الأسعار أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا في الأسعار. وأضاف السيد خلال حوار مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة ETC مساء الأحد، أن المستوردين الرئيسيين للعلف هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق نظرا لارتفاع أسعار العلف وليس التجار. ووجه السيد رسالة إلى المواطنين أن السلع المتوفرة بالأسواق بوفرة ولا توجد أي أزمة، مناشدا الجماهير بعدم تخزين السلع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.